السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أمريكا تؤكد خسارة الاحتلال لمكاسبه بغزة، وإلى التفاصيل. أكدت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء مرور الاحتلال بوقت عصيب في غزة، يتزامن ذلك مع رفضه مقترحا أمريكيا جديدا لإخراجه من المستنقع. ونقل موقع بوليتيكو عن مسؤولين كبار في إدارة بايدن بأن ما وصفها بالحكومة الإسرائيلية فشلت في السيطرة على أجزاء من غزة سبق لها أن سيطرت عليها في إشارة كما يبدو إلى شمال القطاع، حيث عادت المعارك إلى ذروتها بعد أشهر من إعلان الاحتلال السيطرة عليه. ومع أن الحديث الأمريكي عن الهزائم الإسرائيلية نادرا جدا، إلا أن توقيت التسريب الجديد يشير إلى محاولة واشنطن إقناع تل أبيب لضرورة القبول بالمقترح الأمريكي كمخرج للمأزق الذي تمر به قوات الاحتلال. ويتضمن المقترح وفق ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية وقف إطلاق النار وإعلان السير بحل الدولتين مقابل التطبيع مع السعودية، وغذاء أمني أمريكي للاحتلال، إضافة إلى تشكيل تحالف واسع في المنطقة ضد إيران. وتم طرح المقترح خلال لقاء جمع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال لقاء مع نتنياهو مساء الثلاثاء، لكن الاحتلال رفضه. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.